استبعاد المدير الفني لقفشه وشريف ومصطفى فتحي. احنا شايفين ان قفشه وشريف ومصطفى فتحي كانوا عاملين سيزون حلو جدا سواء مع الاهلي او مصطفى فتحي مع سموحه المعار من نادي الزمالك، ده حلو جدا وده كلام منطقي. ولكن كل المحللين في كل البرامج طلعوا اتكلموا ليه تم استبعاد. طبعا هيبقى في بعد شويه مؤتمر صحفي لمنتخب مصر علشان يقول ايه الاسباب ويتكلم في كل الكلام ده. ولكن قبل ما اقول كده انا عندي تفسير منطقي شويه للي تم ده. قفشه لا يختلف عليه اثنين، وكمان محمد شريف وكمان مصطفى فتحي. الثلاثه دول ليه تم استبعادهم؟ انا رايي بسيط جدا. نرجع بالزمن شويه لايام كوبر، ايام كوبر مع منتخب مصر. كوبر لما جه منتخب مصر كان في اثنين مهمين جدا في منتخب مصر تم استبعادهم، كابتن حسام غالي في نص الملعب وده كان نجم الاهلي في الوقت ده ونجم المنتخب وكان قوه كبيره جدا 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 اثر على المنتخب لما مشي، وكمان كابتن باسم مرسي كان نجم الزمالك في الوقت ده. ليه تم استبعادهم؟ رايي المتواضع البسيط علشان يصدر العين الحمراء لاي لاعب يفكر يتمرد عليه في الفتره اللي جايه. يمكن يكون رايي غلط وانا احترم اي حد، ولكن ده رايي ان ده عمله كوبر. وبعدها اصلا كابتن باسم مرسي رجع شويه ولكن كابتن حسام غالي ما رجعش المنتخب بعدها. فانا شايف ان كارلوس كروش هو كمان صدر العين الحمراء وقال انا هنا موجود ولازم اثبت فعلي باستبعاد كابتن قفشه وكابتن شريف وكابتن مصطفى فتحي. ولكن انت مخطئ، مش هنعرف نجامل في النقطه دي، مش عايزين نبقى في احباط من الاعلام للمنتخب عشان داخل على بطولتين. ولكن انا دلوقتي مش هستنى لما المصيبه تحصل واجي اقول لك اصل انا هحاسبه. يا فندم هو محدش بيتحاسب بعد المنتخب ما بيحصل له اخفاق، لا قدر الله ان شاء الله هنعدي ليبيا وان شاء الله نصعد كاس عالم وان شاء الله يعني هنكسر الدنيا. ولكن لو لا قدر الله ده ما تمش، احاسبه فين؟ ده خواجه هياخد فلوسه بمزاجنا غصب عننا، هياخد فلوسه كده كده هياخد فلوسه. فانت سيادتك هتحاسبه امتى؟ هو لما تم استبعاد شريف وقفشه رغم ان هو ضمهم في البطوله العربيه، ولكن البطوله العربيه مش مهمه قوي زي تصفيات كاس العالم. فانت استبعدت الثلاثه دول، استبعدتهم، ودلوقتي الناس طلعت تقول لك يا عم نصبر عليه وبعدين نحاسبه. على فكره يا فندم ما فيش حد هيتحاسب. لو كان كارلوس كروش هيتحاسب كان اتحاسب اللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي هيجي بعده وبعده وبعده. فلازم يكون في اعاده ضبط لهذه النقطه. فاستبعاد الثلاثه دول استبعاد غير منطقي، ولكن خلينا نشوف مباراه ليبيا. نتمنى التوفيق للمنتخب، نتمنى التوفيق كلنا قلبا وقالبا مع منتخب مصر في المباراتين اللي جايين، مباراتين صعبين جدا، ولكن انا متاكد ان شاء الله ان احنا هنعمل فيهم سكور كويس وهنعمل فيهم نتيجه كويسه. ولكن لو لم يتم ده، لا قدر الله ما تمش ده، هيحصل ايه؟ هتحصل كارثه كبيره جدا كرويا، وبعدين ساعتها نبقى نحاسب الخواجه. سيادتك مش هتحاسب الخواجه، لان سيادتك جبت الخواجه بمزاجك، ما خدتش راي حد لما جبت الخواجه. ثلاثة أربعة معروفين جابوا الخواجه والخواجه جه. طب انا بص انا ليا نقطه يعني وجهه نظر في النقطه دي. منتخب مصر ده اصلا لا يصلح ليه، ومنتخب مصر بالذات او المنتخبات العربيه عموما لا يصلح لقياده